نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. قال الجنرال جون ألان مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف ضد داعش في لقاء مع شبكة CNN الأمريكية أن وجود قوات روسية في سوريا قد يؤدي إلى مواجهة مع قوات التحالف. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستواصل تزويد سوريا بالمعدات العسكرية للتصدي للخطر الإرهابي. أضاف في مؤتمر صحفي في موسكو أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بالضربات الجوية فقط، داعيا التحالف الأمريكي للتعاون مع الحكومة والجيش في سوريا لمحاربة داعش. وجود قوات روسية في سوريا يخلق مشكلة جديدة في المنطقة. الكلام لمبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش الجنرال المتقاعد جون ألين قال إن ذلك قد يدفع بالقوات الروسية إلى مواجهة قوات من التحالف الدولي. التحذير الأمريكي يبدو بعيدا عن موقف ألمانيا. هذه الأخيرة رحبت على لسان متحدث باسم الخارجية بمشاركة روسيا في التصدي لداعش. أما فرنسا فأكد وزير خارجيتها أنه سيلتقي نظيره الروسي على هامش رباعية النورماندي بشأن أوكرانيا لمناقشة التقارير التي تتحدث عن تعزيز الحضور العسكري الروسي في سوريا. فابيوس قال إنه يجب البحث في النوايا. وفيما أشار مسؤول عراقي إلى أنه لا مانع من استخدام روسيا أجواء بلاده لنقل المساعدات إلى سوريا، أكد لافروف أن بلاده ستواصل تزويد سوريا بالمعدات العسكرية للتصدي للخطر الإرهابي، ودعا أعضاء التحالف الأمريكي إلى التعاون مع الحكومة والجيش في سوريا لمحاربة داعش. وفيما تواصل روسيا حركها الدبلوماسية بشأن الأزمة السورية، نقلت صحيفة الجارديان رفض دمشق المقترح البريطاني الذي يقضي بقيادة الأسد حكومة انتقالية لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل تنحيه، وذلك كجزء من تسوية سياسية. هو اقتراح أولي ترى لندن أنه قابل للتطوير، تطوير يحتاج إلى دعم غربي وروسي أيضا. وبرأي وزير الإعلام السوري عمران الزعبي، بريطانيا تتبع سياسة غير عقلانية من خلال حثها زعيم الدولة الوحيدة التي تقاتل داعش بجدية على التنحي. ميدانيا حقق الجيش السوري تقدما في هجومه المعاكس ضد مسلحي داعش إلى الجهة الشرقية من مطار دير الزور. وقالت مصادر ميدانية إن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتحركات لداعش في مزارع المرعية شرق المطار وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، وأشارت إلى عدم وجود أي اختراق في المطار والطوق الأمني لمسافة تتجاوز 2 كيلومترين، مؤكدة أن الجيش يتقدم باتجاه الشرق لاستعادة بعض النقاط المتقدمة التي خسرها نتيجة التفجيرات الانتحارية. أطلق إعلاميون وناشطون سوريون المرحلة الثالثة من الحوار السياسي عبر الفضاء الإلكتروني. المرحلة تتضمن طرح قضايا مستجدة في الأزمة السورية كالهوية ومستقبل الدولة والتقسيم. تقرير محمد الخضر. مرحلة جديدة من الحوار السوري الإلكتروني. موقع سوريا الغد وكرياتيف سوريا أطلقا المرحلة الثالثة للحوار. العنوان العريض نتائج الصراع والعملية السياسية المركبة والانطلاق من طروحات تقسيم سوريا كتحد جديد بات يطرح ضمن عناوين الأزمة. أصبحنا الآن في وضع للأزمة السورية يستوجب بالفعل البحث عن أطر جديدة. لذلك كانت موضوع مثل التقسيم وموضوع مثل هوية سوريا والدولة السورية هي الأساس، لأنها هي شأن وجودي. 30 مشتركا من العاملين في الشأن العام. النقاش لا ينطلق من التباين بين أطراف الأزمة فقط، بل الأهم أنه يؤسس لسوريا التي يبحث عنها الجميع مهما اختلفت مواقفهم السياسية. بعد 4 سنين يوم بعد يوم الانقسام ضرورة كتير كبيرة إعادة بناء جسور بين طرفين، لأنه يعني بغض النظر عن شو عم بيصير بالأرض بين المسلحين، لأنه هداك مهم كمان كتير، نهايتها بده يصير نقاش انه شو رح نعمل بسوريا الجديدة، واذا ما حدا رح يبلش هالشغلة وما حدا مبلشها كل شيء رح يطول. أغلبية المشاركين يتطلعون إلى دولة علمانية ودستور مواطنة ورفض المحاصصات الطائفية والإثنية، إجابات تحاول خلق رأي عام مؤثر وضاغط على السياسيين. يلامس قضايا تشغل بال
المواطن تشغل بال الشارع، هي هموم عميقة لدى المواطنين، أسئلة كبرى لا أحد يجد عليها أجوبة كافية. النتائج لعل أهميتها تكمن في أنها تأتي من التنوع الكبير للمشاركين بعيدا عن الاستقطاب السياسي. يفتح مشروع الحوار السوري ثغرة في جدار الانسداد السياسي. نخبوية الحوار لا تقلل من أهمية النتائج المرتبطة زمنيا بتطورات الأزمة السورية وبالعناوين المطروحة. محمد الخضر، دمشق، الميادين. قصفت طائرات حربية تركية أهدافا لحزب العمال الكردستاني شمال العراق. في سياق موازن جرح 4 أشخاص بينهم 3 رجال شرطة في هجوم لحزب العمال في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا. لم يلقى استنكار بغداد للعمليات التركية داخل الأراضي العراقية آذانا صاغية في أنقرة. العملية البرية الواسعة شمال العراق لم تبدأ بعد بحسب السلطات التركية، لكن الطائرات الحربية التركية تواصل استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني شمال العراق. أكثر من 15 طائرة حربية قصفت مواقع يتمركز فيها حزب العمال الكردستاني في قنديل والزاب وأفشين على مدى 3 ساعات متواصلة في أحدث سلسلة ضربات جوية على المقاتلين الكرد. على وقع هذا التوتر الحدودي، أعادت السلطات التركية إغلاق معبر إبراهيم الخليل مع إقليم كردستان بعد 2 يوم من فتحه بسبب المعارك المتواصلة بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني. معارك جنوب شرقي البلاد خلفت منذ نهاية تموز يوليو الماضي 10 ضحايا وفاقمت الأزمة السياسية في البلاد، أخرها هجوم لمسلحي حزب العمال الكردستاني على مقهى في مدينة ديار بكر أدى إلى جرح عدد من الأشخاص بينهم 3 شرطيين. هذه المنطقة ذات الغالبية الكردية باتت تعيش في حالة حرب وعدم استقرار أمني، تطرح معها تساؤلات عن كيفية تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في 1 نوفمبر تشرين الثاني. اشتباكات يضاف إليها السجال المتواصل بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة تصاعدت حدته بعد اعتداءات على عدد من مراكز ووسائل الإعلام التابعة للمعارضة اتهم أنصار الحزب الحاكم بشنها. نحن نعرف جيدا السبب وراء هذا الهجوم المنظم. السبب هو استقلاليتنا التي نتمسك بها في ظروف صعبة جدا. الإشارة إلى ذلك أهداف عمليات الدهم، الهجمات، محاولات القمع بالعصي وبالحجارة لم ولن تخيفنا. سجال يشي بأن الأيام المقبلة في تركيا قد تشهد مزيدا من الانقسامات على أعتاب الانتخابات التشريعية بشأن عدد من الملفات الرئيسية أبرزها الحرب التي تشنها الحكومة على حزب العمال الكردستاني على وقع اتهامات توجه إليها بازدواجية تعاملها مع تنظيم داعش. تصدت وحدة من الجيش والقوات المسلحة لمحاولات تسلل إرهابيين إلى بعض النقاط العسكرية في أعدرا وتل كرد بالغوطة الشرقية بريف دمشق. وأكد مصدر عسكري إيقاع الإرهابيين قتلى ومصابين ومصادرة أسلحتهم وذخيرتهم. مشاهدينا، هذه صور الإرهابيين القتلى الذين حاولوا التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية في عدرا وتل كردي. في هذه الأثناء أكدت مصادر ميدانية لمراسل الأخبار أن ما تداولته وسائل إعلام شريكة في جريمة سفك دم السوريين عن سيطرة الإرهابيين على مشفى حرستا ومزارع تل كردي عار من الصحة تماما. وحدة من الجيش العربي السوري تحبط محاولة مجموعة إرهابية التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية في حي المنشية بدرع البلد وتقضي على كامل أفرادها. مراسل الإدارة السياسية والتفاصيل. خط
الصد هنا في المنشية هو من أقوى خطوط الصد في مدينة درعا. البارحة فشلت المجموعات الإرهابية في اقتحام هذا الخط، حيث وقعوا في كمين محكم بين رجال الجيش العربي السوري. يقع حي المنشية في الجنوب الغربي من درعا البلد. وصلنا إلى خط الصد والتقينا برجال الجيش العربي السوري. تسلل المجموعات الإرهابية لنقطة متقدمة للجيش قابلها كمين محكم. كانت المفاجأة كبيرة، العيون الساهرة والسواعد الممسكة على الزناد. انتصرتهم فجرا ولقنتهم درسا قاسيا أثناء التسلل. الحالة المعنوية لأبطال الجيش مرتفعة، وأسرارهم على الثبات في مواقعهم وحماية كل ذرة من تراب هذا الوطن الغالي. استغلت المجموعات الإرهابية المسلحة ظروف الطقس السيئة والرؤية غير الواضحة وحاولت التسلل باتجاه إحدى نقاطنا المتقدمة، حيث تمكن عناصر قواتنا المسلحة بفضل الرصد المستمر والمتابعة من إحباط هذا التسلل والتصدي له والقضاء على عدد منهم وجرح آخرين. يوجد الصباح لما كان قبل يطلع الضوء كانت له حركة، لما حركتهم هاي انه حاولوا يتسلوا على نقطة انه فكنا نحن في الوقت هذا مجهزين كل شيء، فهنهم فاتوا على البيت ونحن كنا محاصرينه وكل شيء كان بالبيت بين جريح وإصابات، والحمد لله ما قدروا يخترقوا تحصيناتنا. استراتيجية الجيش السوري في خطوط الصد هي استراتيجية ناجحة، جعلت من الإرهابيين يفكرون مليا وكثيرا قبل الاعتداء على خطوط المتقدمة للجيش السوري. من حي المنشي درع البلد، مراسل إدارة سياسية. كما استهدفت وحدة من الجيش بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبية أوكار الإرهابيين في جبهة الخشب وطرنجة، وقضت على أعداد منهم بينهم الإرهابي النميري متزعم ما يسمى لواء جيش الإسلام الأول في القنيطرة. تصدى الجيش العربي السوري وفصائل الدفاع الشعبية في بلدتي حذر وخان أرنبة لاعتداءات جبهة النصر الإرهابية في جبهة الخشب وطرنجة، والتي استهدفت المدنيين وممتلكاتهم في كروم الحمرية ومحيط بلدة حذر والمحيط الشمالي لبلدة خان أرنبة ومدينة البعث. حاولوا تدعي أهل حذر بالقذائف والدبابات والصواريخ والرجمات بس ما بيطلعوا معهم شيء. طبعا إسرائيل مو بعيد يعني تدعمنا بالسلاح بذخيرة بدبابات رجمات وشو ما بدنا عم تدعمنا يعني. نعم طبعا مع اسرائيل يعني مبين واضح وكامل يعني. نحن هلا مقابيل المسلحين بعيد عنا اليك هون هيدي شمل العدو قدامك. نعم نحن الان مسيطرين عليهم. نعم وهن لولا الدعم العدو الاسرائيلي الهون ما بيسمدوا قدامنا شيء. عنا من كبار السن الى آخر شخص إلى آخر ولد بيمشي على الأرض مقاتلين ومدافعين. المجموعات الإرهابية المدعومة من العدو الصهيوني تكبدت خسائر بالعتاد والأفراد في حراج جبهة الخشب وحراج الحرية والحميدية، معترفة بمقتل عدد من متزعمي تلك المجموعات الإرهابية بينهم الإرهابي الفار النميري متزعم ما يسمى لواء جيش الإسلام الأول في محافظة القنيطرة. نقوم بصد محاولات تسلل للإرهابيين ومتابعتهم واستهدافهم. الأمس تم استهداف إحدى القادة المتزعم للعصابات الإرهابية. نحن وجيش سد الهجوم أكثر من مرة وتدمير آليات لهم. على هذه التلال المضمخة بدماء الشهداء اندحر العدو الصهيوني عام 73 و 1000 بفضل تضحيات شعبنا وبطولات جيشنا المقدام، والتاريخ يعيد نفسه بدحر الإرهابيين المرتهنين لذات العدو. كان معكم الإخبار التلفزيون علي الأعور الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة.
وبالعودة إلى الأخبار الميدانية، بريف درعا استهدفت وحدات من الجيش والقوات المسلحة اجتماعا لمتزعمي المجموعات الإرهابية في بصرى الشام، ما أدى إلى مقتل 7 منهم وإصابة آخرين، من بينهم الإرهابي أنس العمد نائب متزعم ما يسمى لواء تحرير بصرى الشام. كما أوقعت وحدة من الجيش عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين، ودمرت لهم آلية وجرافة شمال غرب بلدة عتمان. في ريف اللاذقية تم القضاء على 16 إرهابيا بعد تدمير وكر لهم في قرية الكبير، عرف من الإرهابيين الليبي معمر كويان والسعودي ناصر عبد الله والتركي سامر قرنيق أتراك. محافظ السويداء يزور عددا من جرحى التفجيرين الإرهابيين الذين استهدفا مدينة السويداء في الرابع من الشهر الجاري، وذهب ضحيتهما عشرات المواطنين بين شهيد وجريح. إثر التفجيرين الإرهابيين اللذين شهدتهما مدينة السويداء بتاريخ الرابع من أيلول لعام 2015، قام محافظ السويداء الدكتور عاطف النداف يرافقه اللواء محمد سمرة قائد شرطة المحافظة بعيادة جرحى هذين التفجيرين الإرهابيين في مشفى الشهيد زيد الشريتي بمدينة السويداء، حيث اطمأن على صحة الجرحى ومستوى الخدمات المقدمة لهم من النواحي كافة. كمتابعة زرنا الجرحى، قسم في منازلهم وقسم بالمشفى للاطمئنان على وضعهم. وضعهم الصحي كان جيد، هناك متابعة طبية، مشكورين الكادر الطبي في المشفى. مثل ما شايفين حتى بالمشفى هذا الصرح الحضاري اللي بيقدم الخدمة للإخوة المواطنين تم استهدافه، مثل ما شايفين عملية الأضرار اللي صابت المشفى، أضرار مادية إضافة للإصابات اللي أصابت العاملين في قطاع الصحة. الجرحى أعرب أن هذا العمل الإرهابي لم أرنفني الشعب السوري عن التمسك بمبادئه وثوابته الوطنية ونهجه المقاوم. سوريا إلها تاريخ، سوريا تاريخ، مش هسه بنرسم تاريخها. سوريا، سوريا لها تاريخ على وجه الكره الارضيه كلها. هذا عمل جبان دنيء، هي بقمه السقاطه والنذاري، قتل الارواح، حصن الارواح، هذه يعاقب عليها كل الديان وكل الشرائح، هي اجرام بكل معنى الكلمه. يذكر ان هذين التفجيرين ارهابيين اسفرا عن ارتقاء عشرات الشهداء واصابه عدد كبير من الجرحى، إضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بمبنى مديرية صحة السويداء والمشفى الوطني والمنازل المجاورة لهم. أداء وسير عمل بعض محطات الوقود كانت هدف جولة محافظ السويداء، مشددا على ضرورة تنفيذ تعليمات اللجنة الفرعية للمحروقات بالسويداء. بهدف الاطلاع عن كثب على أداء محطات الوقود ومدى تطبيقها لتعليمات اللجنة الفرعية للمحروقات بالسويداء، تفقد محافظ السويداء الدكتور عاطف النداف يرافقه اللواء محمد سمرة قائد شرطة المحافظة أداء وسير عمل عدد من محطات الوقود في مدينة السويداء، مشددا على وجوب تنفيذ تعليمات اللجنة بأدق تفاصيلها بغية خدمة المواطن. الوضع جيد مثل ما ملاحظين، سألنا المواطنين، كان أكثر انتظار شي ربع ساعة، ناس بتقول نص ساعة، ناس ربع ساعة. هلا نحن على كازية عدد السيارات اللي عم تنتظر 30 سيارة عديناهم. الأخوة المواطنين فيكم تسألوهم، الوضع أفضل بكثير. قديش صار لك واقف؟ شي 10 دقائق ربع ساعة. فقط الوضع صراحة؟ لا تمام الوضع الحمد لله، تمام في شي. واللجان؟ لا اللجان كل شغلها مضبوط الحمد لله، إي تمام. ربع ساعة. كيف لقيت الدور؟ دور نظامي، أمور ماشية على 24، ما في شي يعني. يذكر أن اللجنة الفرعية لمحروقات السويداء ألزمت محطات الوقود المنتشرة على ساحة المحافظة كافة بالتدقيق على أرقام الآليات ومطابقتها مع قسائم البنزين المخصصة لها، إضافة إلى التوزيع بإشراف اللجان المختصة من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 مساء. رغم غلاء أسعار القرطاسية، ولكنها أهم أولويات أهالي درعا الذين يسعون لتأمينها لأبنائهم مع بداية العام الدراسي الجديد. مع بداية العام الدراسي الجديد تضيف المستلزمات والمتطلبات المدرسية أرقاما جديدة للقائمة الإنفاقية الأسرية في موسم وصفه الأهالي بالإنفاق بامتياز،
ولعل تأمين القرطاسية المدرسية من أهم الأولويات للأهالي الذين رأوا ولمسوا في الأسعار ارتفاعا كبيرا يختلف عن سابقه من عمر الأزمة، مرجعين الأمر لأسباب عدة تتقاطع عند الزبون من مشتر وبائع على حد سواء، على رأسها انخفاض القدرة الشرائية وصعوبات تأمين المستلزمات المدرسية. يعني عدم ماخذ القرطاسي بدش تجيب له 5-6 منين بيجيب بدهم شيء اخذ 40,000 30,000 على الاسعار النازله جديد. هذا علي اذا بدي اشتري من الشام تشتري ب 120، اذا بدي اشتري من دار بشتري ب 155. فرق سعر كبير، يعني ليش ما بيرضى 10 بالدزينه؟ حتى لو كانت غاليه بدنا نحاول نشتري، ما في مجال يعني. معاناه بالشحن اول شيء مقارنه بالاسعار بالسنه الماضيه، السنه هاي دبل بنسبه يعني 50% او 75%. عوامل كثيرة أسهمت في تغيير واقع السوق المحلي وارتفاع الأسعار في ظل الأزمة وتبعاتها الثقيلة، ويبقى المواطن يرنو بعيون الأمل لتغيير واقع الحال. بين تجهيز المدارس وتأمين الكتب وتوزيع الكوادر التدريسية، مديرية التربية حماة تنهي استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد. أنهت محافظة حماة كافة الترتيبات المطلوبة لانطلاقة العام الدراسي الجديد، حيث باتت المدارس والكوادر والكتاب المدرسي في جهوزية كاملة. محافظ حماة الدكتور غسان خلف الذي يتابع هذا الموضوع بشكل يومي أكد أن كافة أبناء محافظة حماة وأبناء الأسر الوافدة ممن هم في سن التعليم بمراحله كافة يتوجب عليهم التوجه صباح 13 من الجاري إلى مقاعد الدراسة. من خلال التواصل واللقاءات المستمرة وجدنا الآلية المناسبة، وإن شاء الله أقول ستنطلق العملية التربوية في تاريخها دون أي معوقات أو صعوبات، ومع ذلك سنستمر إن شاء الله في المستقبل. هناك لدينا بعض المدارس ستجهز من قبل مديرية الخدمات الفنية، أيضا يمكن أن نفرغ بعض المدارس التي فيها ضغط من خلال هذه المدارس التي يمكن أن تكون جاهزة بعد فترة من الزمن. مديرية تربية حماة تحولت إلى ورشة عمل دائمة لإنجاز التزاماتها في تجهيز المدارس بكل مقومات العملية التربوية. تم صيانة جميع المدارس في العطلة الصيفية بالإضافة إلى الكتاب المدرسي متوفر وموجود بنسبة 100%، بالإضافة إلى عدد الطلاب. نحن لدينا طلاب استيعاب، تم استيعاب كافة الطلاب الوافدين من محافظات منا الرقة ومنا إدلب. ملايين الكتب المدرسية وصلت إلى مكتبات المدارس في كافة مناطق وقرى محافظة حماة دون استثناء، لتكون في متناول يد التلاميذ والطلاب في موعدها المحدد. مع افتتاح العام الدراسي سيصل الكتاب المدرسي إلى كل طالب في مدرسته وبشكل جيد. حوالي 2000 مدرسة في كافة المراحل التعليمية أصبحت جاهزة، وعشرات الآلاف من المعلمين والمدرسين والإداريين سيتوجهون إلى مدارس في مدينة حماة وريفها إذانا ببدء العام المدرسي الجديد. ختام أخبار البلد مشاهدينا، بأمان الله.